ولكن ده مش هيتم الا عن طريق تسويق بعض اللاعبين. وانا معايا انفراد ان في اتصالات دلوقتي بين اللجنه المسؤوله عن كره القدم في نادي الزمالك، واللي طبعا بتضم الكابتن اشرف قاسم والكابتن ايمن يونس ومعاهم طبعا الكابتن عبد الحليم علي. بس طبعا هنعتبر اللي هم يعني بيقودوا الدفه الكابتن اشرف قاسم والكابتن ايمن يونس. في دلوقتي مفاوضات مع نادي الاسماعيلي ان يتم ابرام صفقه تبادليه. خلي بالك الكلام ده جديد جدا يا ابو محمد، خطير جدا. يتم صفقه تبادليه، ابرام صفقه تبادليه، ان ينتقل لنادي الاسماعيلي مصطفى فتحي، اسلام جابر، امام عاشور. الثلاثي ده تاني بقى، مصطفى فتحي، اسلام جابر، امام عاشور. امام عاشور ما ينفعش يمشي، لعيب عنده روح ولعيب قوي جدا. بكلمك على معلومه. انا بقول له بقى شباب بتناقش معايا يعني، ما هو لعيب جيد. لا لا، لعيب مصطفى جيد بقاله سنتين مرفوع من الخدمه. يكمل المعلومه، ربما يكون اللي جاي اخضر من اللي ماشي. طب اتفضل، طب اتفضل، طب اتفضل، قولها تاني على ثلاث لعيبه انت بتقول المعلومه اللي عندك دلوقتي. ملامح اتفاق هتتم بين اللجنه الفنيه المسؤوله عن اداره ملف الكوره في نادي الزمالك وبين مجلس اداره نادي الاسماعيلي او مسؤولي نادي الاسماعيلي. تمام. ملامح الصفقه دي هو انتقال مصطفى فتحي، اسلام جابر، امام عاشور لنادي الاسماعيلي مقابل ضم باهر المحمدي. ايوه. وعمر الوحش. يا مقابل ضم باهر المحمدي وعمر الوحش. ده اقوى اتنين في الاسماعيلي برضه قبل كده. الاسماعيلي باهر محمدي لعيب تقيل طبعا، وعمر الوحش. بس انا رايي ان امام عاشور لعيب كويس قوي، والصفقه ظالمه للزمالك. شيل امام عاشور وحط الاثنين قبل الاثنين وادفع 5 مليون. قول لي يا علاء. لا انا بتكلم على خبر مش رايي. يعني انا ده راي حضرتك. لا لا، هو بياخد رايك في الخبر. لا رايي انا شايف ان امام عاشور مشاكله كتيره. يروح نادي الاسماعيلي لو الصفقه تمت بنجاح. احنا كل ده لسه بنتكلم في مفاوضات يعني. عمر الوحش لعيب كويس جدا. باهر المحمدي لعيب دولي، بيلعب باك يمين، بيلعب مساك، بيلعب ديفندر، بس يمكن هو اجاد في المساك واجاد في مركز الباك اليمين. فانا شايف ان هي هنشوف الايام اللي جايه هتصفر عن ايه، لكن طبعا هي هتبقى صفقه كبيره. وقبل كده الزمالك ابرم صفقه تبادليه مع نادي الاسماعيلي بدايه الموسم لما حصل على محمد عواد ودفع فلوس وانتقل للاسماعيلي محمد الشامي واحمد مدبول. نادي الاسماعيلي كان عنده رغبه في ضم محمد صبحي حارس الفريق الشاب طبعا وحارس المنتخب الاولمبي، لكن محمد صبحي خلاص انتقل لنادي الاتحاد السكندري لمده موسم اعاره مقابل 2 مليون جنيه. تمام. ونادي الزمالك حصل على القيمه الماليه لانضمام اللاعب لنادي الاتحاد. تمام. فزي ما قلنا طبعا في دلوقتي زي ما قلنا مفاوضات بين اداره الزمالك واداره الاسماعيلي، وممكن خلال الايام المقبله نلاقي ان الصفقه التبادليه دي بتتم ولاعيبه من الزمالك بتروح الاسماعيلي ولاعيبه من الاسماعيلي بتروح نادي الزمالك. طيب عندي اسئله للاستاذ ابو المعاضي في الاطار ده. اتفضل. انت كنت قلت ان باهر مضى عقود مبدئيه للنادي الاهلي. حصل. مضى عقود مبدئيه لكن النادي الاهلي يحصل على التوقعات والعقود، ولكن لم تتم الصفقه مع اداره النادي الاسماعيلي، والاهلي صرف النظر عنها منذ شهرين تقريبا بسبب مغالاه اداره الاسماعيلي في طلباتها الماليه. الناس اتكلموا في 40 مليون وفي 50 مليون او في 30 مليون واثنين لعيبه وحاجات بهذا الشكل. 20 مليون. فالنادي الاهلي قال لك خلاص. وفي نفس الوقت لعيبه الاسماعيلي جمهور الاسماعيلي بيزعل لما الاهلي بيروح ياخد لعيب، فكابتن محمود الخطيب قال لهم نفكر بعيدا عن النادي الاسماعيلي، وفكر وجاب بدري بانون اللي يعني اللي ما كانش زي باهر فهو افضل من باهر، وبالتالي انت خلاص حليت مشكلتك بعيدا عن النادي الاسماعيلي. طيب برضه في حد بيسال تاني، والسؤال لحضرتك والاستاذ علاء، بيقول لك امام عاشور كمان باتشيكو مقتنع بيه جدا وخلاص اعلن ان باتشيكو قاعد يا علاء. تمام، مفيش اي مشكله خالص. امام عاشور انا شايف ان هو لعيب كويس كل حاجه، لكن هو مترشح في ضمن الصفقه. هنشوف اذا كانت صفقه هتتم بالاسلوب ده او ممكن امام يقعد وتدفع فلوس. يعني انت عارف حضرتك ان مراحل التفاوض دي بيبقى فيها اراء مختلفه، لكن انا بقول لك بدايه التفاوض اللي انا بقوله لحضرتك ده ممكن الاسماعيلي يفضل انه ياخد لاعب واحد وياخد فلوس. صح. ممكن يكون حاطط عينه على لعيبه ثانيه، ما يرضاش مثلا بتبادل ثلاثه قصاد اثنين، يقول لك لا انا عايز فلوس. يعني هو في صفقه عواد خد فلوس وخد اثنين لعيبه، خد مدبولي وخد الشامي واخد 35 مليون جنيه. صح. فممكن يقول لك اخد مثلا اسلام او اخد مصطفى فتحي واخد فلوس. متفق معاك. وتنازل عن عمر الوحش وعن بار المحمدي، فلسه يعني ايه المفاوضات مستمره. لكن طبعا انا بايد راي الاستاذ ابو المعاطي لما قال لك الاهلي خلاص
حل مشكلته في خط الدفاع ببدر بنون، ولو ضم حد هيبقى بعيد عن عن باهر المحمدي، يعني مش هيبقى لعيب الاسماعيلي زي ما هو قال، ممكن يكون لعيب من اي انديه اخرى. عندنا كاسونجو طبعا لاعب الزمالك اللي فسخ التعاقد مع النادي. كاسونجو عنده عرض من الاتحاد، لكن اللاعب عنده رغبه ان هو يفضل قاعد الفتره دي، وفي يناير ينتقل لاحد انديه الدرجه الثانيه في الامارات، مع عرض من احد انديه الدرجه الثانيه في الامارات، فعنده رغبه انه يقعد الشهر ده، وفي يناير انتقالات يناير ينتقل للنادي الاماراتي. بس انا شايف ان هو افضل له يلعب بدل ما يفضل قاعد في البيت، يعني لو لعب ده هيبقى كويس. طب في معلومه خطيره هنا، بدل ما اتكلمت على كاسونجو عايز اخد راي رصيد ابو المعض زكي فيها. كاسونجو الاهلي كان بيلعب الزمالك الجمعه في نهائي الاميره السمراء اللي فاز بها الاهلي التاسعه، واخد بالك انت اللي هو هدف قفشه اللي تعب علاء نفسيا، واخد بالك انت. في معلومه اللي قفش علاء، لا اللي قفش علاء علاء. في معلومه كان قالها الاستاذ علاء حمام ويأكدها دلوقتي، ان ليله الماتش المعزول جاب كاسونجو وقال له انت بره الفرقه بعد ماتش الاهلي والزمالك. اول حاجه كان الكلام بيتقال ان كاسونجو بره الفرقه من قبلها بفتره طويله علاء، رغم بغض النظر عن مستواه، رغم ان مستر باتشيو كان بيعتمد عليه بصفه اساسيه في التشكيل، فبالتالي ما حاجه غريبه ان ده يحصل. و ليله المباراه كيف كانت تدار الامور؟ ما اعتقدش ان ده حصل في ليله المباراه، لان هم كانوا في معسكر. لا يعني قبل المباراه بيومين بحاجة. يا باشا ما هو القرار كان معروف وده غلط. يعني القرار كان معروف، هو جابه وبلغه، هو جابه وبلغه شخصيا. بغض النظر هو كان عارف، اللعيب كان عارف ووكيله كان عارف، وكانوا بيدوروا على امور اخرى خارج يمشوا ازاي. لكن بس. لكن في كل الاحوال اللعيب تحمل ضغوط نفسيه وعصبيه كبيره، وده كان غلط في هذا التوقيت. استاذنك ميه، يعني فهمت انت ازاي؟ في كل الاحوال هو كان عارف انه ماشي، ولا ايه رايك يا استاذ علاء؟ كان عارف انه ماشي، وكان كان عارف كمان ان حميد احداد راجع وهيتأيد على حسابه. هو كان عنده المعلومه دي فعلا. وكيله كان عنده المعلومه دي. طيب نسخن الدنيا شويه، كلمنا عن اللي اتقبض عليهم النهارده في بعض. خلص اخبار الكوره. طب اتفضل نخلص اخبار الكوره. طيب ماشي، اتفضل يا حبيبي. بالنسبه لجماهير الزمالك، احنا طبعا كنا الحمد لله انفردنا بموضوع فرجاني ساسي، وقلنا اللي حصل في صفحات بيديرها مجموعه من الهواه ملهاش اي تاثير. طلعت تدعي ان نجل المعزول اللي كان مشرف على فريق الكوره هو اللي ورا اقناع ساسي بالتجديد. نجل المعزول كان لو الكلام ده كان صح يا حاج علاء كان نفع نفسه. لا كان وقع من بدري، يعني بقول لك كان نفع نفسه. احنا بنرد بنقول نجل المعزول ليس له علاقه، بطل المفاوضات مع فرجاني ساسي او بطلي مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي الكابتن اشرف قاسم والكابتن ايمن يونس، وهما اللي نهوا الملف واتفقوا مع الراجل. واول الموارد الماليه ما تتوفر، وانا قلتها امبارح وارجع اقولها تاني ان شاء الله، يوم الاثنين فرجاني ساسي هيجدد عقده. يا رب بالتوفيق، يا رب بالتوفيق. طيب طيب قبل ما تروح للخبر الثاني، عاوز اعلق بس على فرجاني ساسي وطارق حامد، هل بالفعل في الشارقه ولا اشاعه؟ اكمل بس على فرجاني ساسي الاول. واحد، فرجاني ساسي لاعب مهم جوه نادي الزمالك. فرجاني ساسي احد العناصر المهمه. اداره الزمالك السابقه فشلت في التجديد لفرجاني ساسي. سمعنا وعود كتيره جدا على الهواء لتجديد عقد فرجاني، ولا ترديد بن شرقي، ولا تعديل عقد عبد الله جمعه، وتجديد عقد يوسف اوباما، لكن شيئا لم يحدث داخل نادي الزمالك، وهذا فشل. يجب ان يبقى في شيء من الصبر على لجنه الكوره وعلى لجنه اداره الزمالك في تجديد العقود. الاهم هو دفع المستحقات القديمة، وهذا ما أكده كابتن أشرف قاسم إن كل شيء هيدفع. اللي كسرت الأربع شهور. أربع شهور، وخلي بالك الأربع شهور دول يمنح أي حد إنه يمشي. أي حد جوه نادي الزمالك إنه يمشي، لأن اللائحة بتقول شهرين ما يدفعوش أي لاعب عاوز يمشي. خلي بالك الأربع شهور غير شهور ثلاث شهور ماشي. اللائحة بتقول ثلاث شهور. ثلاث شهور. لا لا لا، اللائحة اتعدلت بعد شهرين. اتعدلت بعد شهرين. بعد شهرين. وده اللي استند عليه النقاد. لائحة الاتحاد الدولي يا علاء. لا لا لا، متعدلة من فترة طويلة. لا أنا عايز أسأل حاجة بس. بقى شهرين اتنين لو اتأخرت عليهم يحق له الفصل. لا هي كانت ثلاثة، وفي التعديل الجديد بين شهرين. حتى الناس بتوع الكلمة بس هي فعلا كانت ثلاثة. كانت ثلاثة. بس أنا عايز أقول كده. ففرجاني ساسي عنصر مهم وعنصر فاعل داخل الفرقة، وعبد الله جمعة عنصر فاعل، يوسف أوباما عنصر فاعل،
أشرف بن شرق انت وعدته بتعديل عقده وترضيته. الزمالك خرج صفر بطولات في موسم 19-20 في موسم 19-20 الإدارة الجديدة أو الإدارة السابقة منحت عودا وهمية، ونفس الوعود دي يا جماعة اللي أنا عاوز أكد عليها هي اللي كانت منحت لكهربا وأدت لرحيله. هنعدل لك عقدك مش هنعدل لك عقدك، ورحل كهربا. إذن ودلوقتي أنت بتقول كده الإدارة دي بقى 20 يوم وأي لعيب يحق له أن يوقع لأي نادي على أن يرحل مجانا في نهاية الموسم، وأي حد موجود في الفرقة دلوقتي كان يمكنه فسخ العقد. لعيبة نادي الزمالك عندهم يعني حب للنادي وتقدير للنادي، ورفضوا يستخدموا هذه الجزئية وهي عدم صرف المستحقات القديمة، وبالتالي يجب دعم إدارة نادي الزمالك ولجنة الكورة ومساندتها والصبر عليها في تجديد عقود لاعبي نادي الزمالك. يعني لو ما تجددش العقد الاثنين القيامة ما قامتش، لأنك أنت هتدي له الفلوس القديمة وهتدي له مقدم الموسم القادم 25% على 50% 50% هياخد 50%. طيب مبلغ يا علاء، بس هما جاهزين يا ايوه، ما انا عارف ان هما جاهزين بس عايزين نفهم الناس انه مبلغ عشان يوفروا دلوقتي. الزمالك دلوقتي فيه